وينضم إلينا من أم درمان عبر الهاتف مهند الحسين مراسل الغد. مهند، لو تضعنا بآخر مستجدات الصورة في أم درمان وفي الخرطوم في ظل الخروقات المستمرة للهدنة الخامسة. صحيح، يعني الخروقات لا تزال مستمرة في اليوم الثاني للهدنة الخامسة لهذه الاشتباكات التي دخلت أسبوعها الثالث بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. اليوم الثاني بدأ يشهد هدوءا حذرا، لكن سرعان ما تصاعدت الأمور. هنالك طلعات جوية مكثفة لسلاح الجو التابع للجيش السوداني في مناطق واسعة من الخرطوم، يعني هنالك سماع لأصوات اشتباكات متقطعة في محيط القصر الرئاسي وبالقرب من القيادة العامة للجيش ومنطقة السوق العربي في وسط الخرطوم، وهنالك أيضا سماع لمضادات الطائرات الأرضية التي تطلقها قوات الدعم السريع في مواجهة التحليق الحربي للطائرات الحربية في بعض المناطق، خصوصا جنوبي مدينة أم درمان في منطقة الانفتاحات. يعني إجمالا الخروقات متكررة في اليوم الثاني كما حدث في المدن الأربعة السابقة، لكن حسب المعلومات المتوافرة من قيادة الجيش بأن العمل تم استئنافه بمطار الوادي سيدنا. هذا المطار الحربي الواقع في أقصى جنوب مدينة أم درمان كانت قد توقفت في الرحلات الجوية التي تقوم بنقل الرعاية الأجانب من هذا المطار إلى وجهات متعددة، بعد أن يعني تعرضت طائرات تركية لإطلاق نار يتهم فيها الجيش قوات الدعم السريع بإطلاق النار على هذه الطائرة. لكن في هذه اللحظات بدأت استئناف حركة الطيران لإجلاء الرعاية الأجانب من مدينة أم درمان إلى وجهات متعددة. كذلك تستمر حركة إجلاء الرعاية الأجانب عبر مدينة بورت سودان الساحلية. لا يزال يعني يتكدس عدد كبير من الرعاية الأجانب من مختلف الجنسيات في مدينة بورت سودان في انتظار يعني عملية ترحيلهم إلى مدينة جدة ومنها إلى دولهم. كذلك مطار بورت سودان الدولي لا يزال يعمل في نقل هؤلاء الرعاية الأجانب. يأتي هذا بالتزامن مع حركة أيضا نشطة في هذا الصباح تلمسناها في شوارع أم درمان نحو موقف الحافلات الرئيس في المدينة في إطار حركة النزوح الداخلي للمواطنين السودانيين نحو مختلف المدن، حيث أن هذه الحركة لم تتوقف منذ الأسبوع الماضي بل منذ يعني انطلاق الرصاصة الأولى لهذه الاشتباكات التي وقعت بين الجيش والدعم السريع، خصوصا لساكني الأحياء التي تشهد تواجدا لقوات من الدعم السريع بالقرب من المناطق السكنية. بعض المواطنين لديهم قناعة بأن هذه المعارك لن تتوقف قريبا في ظل عدم وجود ضغوط كافية من المجتمع الدولي لإيقاف هذه الحرب، خصوصا وأن يعني لم تكن هنالك مؤشرات واضحة على إن كانت المبادرة الإيجاد ستقوم بالفعل قريبا بإيفاد ممثلين من الطرفين إلى مدينة جوبا، وما إذا كانت هذه المفاوضات ستنجح في وقف إطلاق النار، خصوصا وأن الحكومة السودانية عبر وزارة الخارجية قالت بأن الجيش لم يدخل في مفاوضات مع الطرف الآخر الذي يعتبره متمردا وبالتالي لن يجلس معه في التفاوض. يعني إجمالا هنالك يعني قناعة كبيرة لدى المواطنين بأن عدم الالتزام بهذه الهدن مؤشر لاستمرار العنف، خصوصا وأن جميع الهدن وحتى هذه الهدنة الخامسة لم يكن فيها مسارات آمنة واضحة ل يعني دعم
المستشفيات ولمساعدة السكان الذين يقاسون من أوضاع إنسانية ومعيشية وصحية متفاقمة. طيب، ذكرت مبادرة الإيجاد والاتحاد الإفريقي، لو تذكرنا مهند بأبرز المبادرات الدولية والإفريقية حتى الساعة، ولو أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة من أي منها، ولكن ماذا عن الأطراف الفاعلة التي تحاول التوسط أو الوصول إلى أي حل؟ صحيح، يعني هنالك مبادرة الإيجاد التي كانت ينبغي أن توفد رؤساء الدول كل من جمهورية جنوب السودان وكينيا وجيبوتي للخرطوم، ولكن بالطبع هذا يتعذر في الوقت الراهن في ظل توقف الملاحة الجوية بمطار الخرطوم، كما أن يعني في الوقت الراهن من الصعب جدا لقاء البرهان وحميدتي وجها لوجه خارج السودان كما أشارت المبادرة في بداياتها، وتم الاستعاضة عن هذا الأمر بإيفاد ممثلين للطرفين إلى مدينة جوبا وهو ما لم يتم حتى الآن. هنالك جهود تقوم أو يقوم بها الاتحاد الإفريقي لحث الطرفين لوقف إطلاق النار، هنالك أيضا جهود من الأمم المتحدة عبر أمينها العام في إطار مباحثات متواصلة مع الطرفين هاتفيا، كذلك هنالك أيضا مبادرات دولية من بينها المبادرة الأمريكية السعودية التي تعمل بتنسيق مع مبادرة الإيجاد، لكن كل هذه المبادرات والضغوط الدولية وضغوط المجتمع الدولي لم يعني تفلح حتى هذه اللحظة. حتى في مسألة وقف إطلاق النار ليست هنالك من مؤشرات جيدة في ظل تمسك كل طرف بموقفه في المضي قدما في الحل العسكري. حميدتي قال في آخر تصريحات صحفية بأنه لن يلتقي بالبرهان إلا بعد توقف شامل لإطلاق النار. الجيش السوداني بأنه يقول يعني استطاع استعادة السيطرة على 90% من المناطق التي كانت تتمركز فيها قوات الدعم السريع، فبالتالي هو يقول بأنه يتعامل مع قوات متمردة وفقا للقانون. يعني المؤشرات بالنسبة للمواطنين العاديين تشير إلى أن يعني هذه المسألة لديها تعقيدات كبيرة، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من رعاياها الإسراع في مغادرة البلاد، لأن لديها ربما يعني مؤشرات بأن هذه المعارك سيطول أمدها. طيب، أتوقف معك باختصار عند الوضع الآن في دارفور بعد أن شهدنا بعض التوتر بالأمس في ظل المخاوف من امتداد هذا الصراع بين القوات المسلحة وقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مناطق أخرى. يعني بالفعل دارفور شهدت أحداث عنيفة منذ اندلاع هذه الصراعات بين الجيش والدعم السريع. بدأت في دارفور في مدينة الفاشر في شمال دارفور، وكذلك انتقل الصراع من مدينة الفاشر إلى مدينة نيالا في جنوب دارفور، ولكن الصراع الأكبر كان في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور. هذه المدينة الحدودية التي تقع على مقربة من الحدود السودانية التشادية كانت هنالك يعني معارك دموية بين الطرفين، لكنها بدأت في التحول إلى طابع قبلي من خلال الاشتباكات التي وقعت بين بعض القبائل العربية وقبيلة المساليب وهما من أكبر القبائل أجد في المنطقة. خطورة هذه الأحداث يعني أخذت في التصاعد بعد أن أقدم مواطنون على اقتحام مراكز للشرطة والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة شاركوا بها في هذا الصراع. الأمم المتحدة تقول بأن 100 شخص على الأقل قضوا في هذه الأحداث التي وقعت في دارفور. اللافت أن في ولايات دارفور حدثت عمليات نهب واسعة بالتزامن مع هذه الاشتباكات المسلحة. عمليات النهب يعني طالت جميع الأسواق والمتاجر الموجودة في المدينة،
ويعني تحولت إلى عمليات تخريب ونهب واسعة للمقار والدور الحكومية والمرافق العامة وحتى منازل المواطنين. الأوضاع هناك صعبة، خصوصا وأن الأوضاع أصلا كانت صعبة وهشة قبل اندلاع هذه المواجهات. الذي سيزيد من معاناة المواطنين هناك بأن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن رسميا توقف كافة مساعدات في كافة أنحاء السودان، خصوصا وأن ملايين من السودانيين يحتاجون إلى تدخلات إنسانية ومساعدات إنسانية عاجلة، لكن برنامج الأمم المتحدة الآن اقتصر مساعداته فقط على تقديم بعض المساعدات في الحدود السودانية التشادية، عبر تقديم مساعدات لنحو 20,000 شخص فروا من القتال الدائر في دارفور نحو جمهورية جاد. أشكرك من أم درمان عبر الهاتف مهند الحسين مراسل الغد.